وصلنا هلا يا نور لمساحتنا الطبية لليوم وحديثنا أكيد عن الغدة الدرقية. هي غدة على شكل فراشة موجودة بالعنق من الأمام بين طبقة الجلد والعضلات والحنجرة، وتتكون من نسيج يفرز هرمونات الغدة الدرقية. وطالما كان معدل إفراز الهرمون في الحدود الطبيعية يكون ذلك في صالح بناء الجسم، أما إذا كان أقل ذلك الهرمون أو قل معدل البناء في الجسم، وكذلك إذا زاد عن الحدود الطبيعية فإنه يؤدي إلى الهدم بمعنى تكسير لخلايا الجسم. ليا، خلل الغدة الدرقية والمشاكل التي تنتج عنها أعراض وطرق علاجها، بالإضافة لأسئلة كثيرة رح يجاوبنا عليها الدكتور زياد زودي، أخصائي في أمراض السكري وغدد الصم. يسعد صباحك صباح ورمضان النور، كريم، كل عام وأنت وأنتم بخير. بألف خير. يسعد صباحك صباح النور دكتور. ليا. بالبداية بدنا ننوه المشاهدين، أي حدا عنده استفسار للدكتور زياد أكيد فيه يتواصل معنا عبر الأرقام يلي هلا عم تطلع على الشاشة. اليوم موضوعنا عن الغدة الدرقية، يمكن حكينا عنها شوي ولكن خلينا نغوص مع حضرتك عن المعنى العلمي للغدة الدرقية. ليا، الغدة الدرقية موجودة بأسفل الرقبة بهالمنطقة هي، وهي لازم تكون إفرازها طبيعي من الأيام الأولى من حياة الوليد. يعني احنا اذا بدنا نوجه رسالة اليوم عبر مساحتنا الطبية لكل المشاهدين عبر الإخبارية، بنقول لهم انه لازم نعمل تحليل تي اس اتش بالأيام الأولى بين اليوم الثالث واليوم الخامس من عمر الوليد. ما لازم ننتظر حتى تظهر أعراض انه ضخامة بلسانه للوليد، أو انه رخاوة بجسمه، أو انه اليرقان اللي بيصير عنده بيتأخر، أو اليافوخ اللي هون بيتأخر حتى يلتحم، أو بزوغ الأسنان تتأخر حتى تظهر. هي كلها أعراض تظهر بس تكون متأخرة، وكتير مهم التطور العقلي وحتى النمو تبع الطفل بالمستقبل. إذا ما تحرينا إنه ما في أعراض وهو الطفل كتير صغير والوليد صغير، بقى كتير مهم. وهذا المسح لتحليل التي اس اتش بتساوى بكل بلدان العالم بشكل روتيني. نحن ببلدنا بعد لهلا اذا ما طلبنا ما بيتساوى. مشان هيك انا اذا في شيء لازم نقدر نكسبه من هالمساحه الطبيه هي تحليل تي اس اتش. هرمون الغده الدرقيه هو الغده، هي الدينامو تبع الجسم، وهي الحقيقه كل خليه من خلايا جسمنا بحاجه لهالهرمون لحتى تشتغل بشكل يعني. خلينا جيد. نحكي دكتور عن الوظيفه الاساسيه للغده الدرقيه، شو هي وظيفتها الأساسية نور في الجسم؟ وظيفتها هي الاستقلاب بالجسم، هي الميتابوليزم، هي المحرك تبع كل خلية من خلايا الجسم، هي المفتاح لكل الخلايا. إذا ما كان موجود ما بيدخلوا الفيتامينات والمعادن للخلايا، مهمة لحركة كل عضو من أعضاء جسمنا، مهمة للإمعاء، مهمة للعقل، مهمة للتطور الروحي الحركي عند الطفل. عند الكبار بيصير في، اذا في عندنا كسل بالغده بيصير في وزمات، بيصير في بايدينا ورجلينا بيتنفخوا، بيصير في امساك، تساقط بالشعر، خربطه بالدوره الشهريه، بيصير في مثل الخبل، مثل النعاس، زياده وزن. كل هاي بسبب كسل بالغدة الدرقية بإفراز الهرمون. دكتور رح نكفي حديثنا، ولكن خلينا نستقبل اتصال. صباح الخير. صباح الخير، هلا وسهلا فيكي، عارفين عن حضرتك؟ انا راما من الشام، اذا بتفيدي ممكن نحكي مع الدكتور؟ ايه تفضلي. صباح الخير. صباح الخير دكتور. يا هلا دكتور، بس بدي اسال حضرتك، هلا انا بيصير عندي زياده بالوزن كثير كبيره من شهر للثاني رغم انه اكلي هو هلا عم يقولوا لي انه ممكن يكون في مشكله بالغده الدرقيه، يكون في عندي نقص بافرازها او هيك، شو لازم اعمل تحاليل او ايكو للغده الدرقيه؟ هلا نحن بدنا نفرق بين شغلتين، عم تقول ايكو او تحاليل. احنا في عنا شكل الغده الدرقيه وعنا عمل الغده الدرقيه. الشكل اوقات بيكون طبيعي وبيكون في عمل للغده الدرقيه اقل من الطبيعي. يعني نحن اذا كان الشكل تبع الغده بالفحص السريري عن الدكتور طبيعي، مو معناتها انه الافراز تبع طبيعي. عم تقول عندها زياده وزن وعم يقول يمكن من الغده. الغده اذا كان في كسل بافرازها ممكن يساهم بزياده الوزن، لانه عم تقول اكله طبيعي بس زاد وزنها بشكل كثير كبير. نور بدي اقول لك على شغله، كلمه طبيعي بين قوسين، احنا مو الكميه اللي بتهمنا، احنا نوعيه الطعام. كسل الغده الدرقيه بيساهم بزياده الوزن، بس نحن يا هل ترى كان نفس الاكل
وما تغير نمط حياتنا هو هو ومع هيك عم يزيد وزننا، ولا صار في تغيير نمط حياتنا؟ مثلا اذا اكلنا اكلات فيها مقالي كتير عصائر، هي بتساعد على السمنه، يمكن بتساعد على زياده الوزن بس ما هي السبب الرئيسي لزياده الوزن. اذا كان بالعيله حدا عنده سكري مثلا، بناكل نفس الاكل، انت يمكن تاكل نفس الاكل انت ورفيقتك او نور هي ورفيقتها وانا رفيقي، واذا حدا بيعيلته جسم قابل لل يمكن نصاحه اكثر من جسم كمان. احنا اذا في عندنا مقاومه لعمل هرمون الانسولين اللي هو الهرمون تبع المسؤول عن حرق السكر، بيصير في عندنا زياده وزن بسهوله اكثر من غيرنا لو عم ناكل نفس الاكل. مضطرين نعمل نظام غذائي غني بالخضره والفواكه الموسميه اكثر، ونعمل نشاط فيزيائي لو انه نص ساعه مشي يوميا لحتى ما يزيد وزننا. معناتها نحن زياده الوزن ممكن تكون الغده الدرقيه كمان، بس ما نتهم الغده الدرقيه اكثر من اللازم. تحليل التي اس اتش لمشاهدتنا اللي عم تشوفنا مهم، يلي كنا عم نحكي عليه من شوي لعند الوريد، لازم نساوي الحياة ونعمل اي تشيك اب كل سنه، نعمل تحليل تي اس اتش. طيب دكتور معنا يمكن اتصال ثاني. سالي من الشام، يسعد صباحك دكتور. اهلين سالي. دكتور معي، اسمعينا من السماعه يا سالي، يسعد صباحك. يعطيك العافيه دكتور. تفضلي الدكتور عم يسمعك. سالي اهلا. لو سمحت بدي اسالك دكتور مع موضوع الغده الدرقيه، انا ما قصور بالغده الدرقيه. هلا هو بسبب اجهاضات، لاني انا حبلت واجهضت، انا متزوجه وعندي ولد. وبسبب سمنه زايده كمان، انه انا عم بسمع بشكل مو طبيعي وكمان ما عم ينزل وزني بسهوله. اوكي سالي. شكرا يا سالي. يلا رح نسمع الجواب من الدكتور. لا سالي، انه اذا عندنا كسل بالغده الدرقيه وعم ناخذ التيروكسين او الاوتيروكس او يعني يلي بتفرزه الغده الدرقيه، عم ناخذ من مصدر خارجي بحبه بتاخذ على الريق بعيار معين، وكان تي اس اتش طبيعي ونحن عم ناخذ الدواء. اول شيء الدواء بده يتاخذ بشكل دائم، يعني اثناء الحمل، اثناء نحن عم نرضع، كله بده يتاخذ، ما بده يتوقف، ما له اي تاثير جانبي الدواء ولا واحد بالمليون. يعني عند الحامل نحن بنشوف بشكل دوري انه توقفوا كل الادويه، بيجوا هن بوقفوا دواء الغده. دواء الغده ما بيتوقف، ضروري للحامل وضروري للجنين، ضروري للوليد. لنحن اذا عم ناخذ الدواء وكان التي اس اتش طبيعي، معناتها هي رح تكون سالي مثل اي واحد تاني ما عنده مشكله بالغده. اهم شيء نتاكد انه الكميه اللي عم ناخذها هي الكميه المناسبه بتحليل التي اس اتش، مراجعه طبيب الغدد. اذا عندها زياده وزن سالي بده يكون بامور ثانيه، وكان تي اس اتش طبيعي بده يكون بسبب ثاني ندور عليه. نعم دكتور، كثير فيها صار عجقة اتصالات، رح نحاول ناخذ اكبر عدد ممكن. مالك من جبله، صباح الخير مالك. صباح الخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت سالمين ان شاء الله، بينا عاد على البلد كله بخير. مالك يا رب، تفضل الدكتور عم يسمعك يا مالك. طيب ماشي. صباح النور مالك. مالك مالك بس معي، بدنا نطلب منك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من السماعه. طيب ماشي. يلا تفضل دكتور معك. صباح الخير. اهلين مالك. كل عام وانت بخير حكي. انت بالف خير. في عندي توم بنات بصف الرابع وطلعوا على الخامس في الحلقه الاولى، طولهم بال 117، وحده 117 ووحده 122، نشاطهم وحركتهم بالنسبه للاعراض اللي تفضلت حكيتها بالنسبه لاعراض الغده الدرقيه، كلها ما انا موجوده باستثناء الطول، يعني ماني كثير مرتاح بالنسبه للطول لو سمحت دكتور. عم يحكوا عن موضوع الطول. موضوع الطول نعم. له علاقه بالغده الدرقيه، الغده الدرقيه. وعم يسالك اذا طولهم مناسب لاعمارهم، هن طلعوا على الصف الرابع يمكن. هلا اذا بده يدخل على اليوتيوب، نحن عملنا حلقه وبكره مستقبلا بنعمل حلقه عن موضوع الطول. وقت يولد الوليد بيكون طوله 50 سنتي، بالسنه الاولى بيكسب 25 سنتي، بعدين بالثانيه والثالثه كل سنه 10 سنتي، بعدين 5 سنتي 5 سنتي. في منحنيات بيانيه الحقيقه، اذا بده بعد ما بتخلص الحلقه يحكي معي على العياده وبقدر بساعده. بس طوله مناسب؟ هلا مقبول الطول، بس نحن بدنا نشوف حسب منحنيات البيانيه لكل عمر
اذا في عنا عم نزيد 5 سنتي بالسنه ولا لا. هي كثير شغله مهمه انه بشكل طبيعي لازم يزيد الطفل او الطفله 5 سنتي من بعد السنه الثالثه تماما لحتى يصير البلوغ ويلتحموا المشاشات. وكثير مهم نعمل تحليل للتي اس اتش اللي عم نرجع ناكد عليه انه هام جدا هرمون الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتاثر على الطول نوعا ما. اكثر هرمونين نور بياثروا على الطول ان هرمون الغده الدرقيه وهرمون النمو اللي اسمه الجراوس هرمون جي اتش. هدول هرمونين كثير مهمين نحن نعايرهم ويكون عن طريق طبيب غدد طبعا. معنا اتصال ثاني دكتور محمد سليمان من دمشق. يسعد صباحك. من طرطوس. من طرطوس. صباح الخير حكيم. اهلا وسهلا. يسعد صباحك. الدكتور معك. صباح الخير يا حكيم. صباح الخير. محمد يا هلا من طرطوس. اهلا. انا مواطن محافظ طرطوس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكل اهل طرطوس. سلام لكم من طرطوس وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير وكلك يا مشاهدينا من الساحل السوري. انا يا دكتوره معي سكري بس معاني ما اخذ دواء والسكري معدله بال 120 130 بس ما اشكي من حالي انه زياده الاكل بزياده. عم يعاني من زياده الاكل؟ الاكل بزياده. بزياده. يعني تم شعران اني فيني اكل. نعم. شعور دائم. هلا نحن مو كمية الأكل بقدر ما هي نوعية الطعام. طالما موجود على الساحل السمك كتير ظريف بس ما يكون مقلي. يعني السمك هو كتير بس هو عم يقول عندي رغبة دائمة بالأكل. عنده رغبة دائمة بدنا ندور على سبب معين. في بعض الأدوية ممكن تساعده. هلا اللي عنده سكري أدوية. بيكون عنده أوقات شهية زايدة للطعام. في بعض الأدوية تركيبة ميتفورمين ممكن تساعدنا وحتى في نوع من الإبر شركات عملتها بالعالم بتعاكس عمل الأنسولين وبتخفف من الشهية. ممكن يراجع طبيب غدد وسكري يعطيه بعض الأدوية ممكن تساعده بهالموضوع. نعم أكيد متابعين مع حضرتك دكتور وإن شاء الله نكون عم نوصل الإجابة أو عم نفيد أي حد عم يتواصل معنا. إيمان صباح الخير يا إيمان من الشام. ألو مرحبا. يسعد صباحك إيمان كل عام وأنت بألف خير يا رب. كل عام وانت بألف خير حبيبتي. الله يخليكي يا رب. إيمان الدكتور عم يسمعك إذا بتحبي توجهي له أي سؤال. إي أكيد. شكرا كثير لكم على البرنامج المفيد حبيبة قلبي. هلا هلا. تفضلي. أهلين إيمان تفضلي. دكتور معك إيمان. يلا يلا. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا رب كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير أهلا. يخلي لي إياك يا رب. هلا أنا عاملة عمل جراحي بدماغ بس. إيمان اسمعينا من السماعة بعد إذنك ووطي صوت التلفزيون كرمال الدكتور يسمع سؤالك بالشكل الصحيح. يلا يلا حبيبتي. يلا شكرا حبيبتي. أنت عاملة عمل جراحي بالدماغ؟ إي تمام. ويعني صار عندي عاملة عملية كبي وداجي. هلا السؤال ضمن يعني ضمن ضمن سؤال الغدة بس لقلها للدكتور شو في. هلا إلي عاملتها أنا 7 سنوات باخذ حب تيجرادول ومسكنات بس من فترة شي تقريبا شهرين أنا كل فكري إنه يعني صار في عندي زيادة وزن بقى رقبتي شوي من جهة اليمين قفل الأذن صار في عندي انتفاخ يعني إنه حسيت إنه من الصحة لأنه هو التيجرادول بيعمل شوية نصاحة. نعم. بقى زادت عندي السعلة والشردقة وعدم البلع يعني صار البلع عندي كثير سيء. الله يسلمك يا رب. شكرا إيمان. دكتور رح يقول لي نعم. نعم دكتور. ليا يعني عاملين عاملة عمل جراحي للدماغ الحقيقة ما عرفنا انه وين. من 7 سنين عم تقول. من 7 سنين المدة بس. بس من شهرين في يعني عندها انتفاخ تحت الاذن عم تقول بشكل كتير كبير. لأننا نعرف نحن الغدة النخامية موجودة بهالمنطقة هي من ورا. جزء منها مسؤول هو مثل الشيف تبع الاوركسترا مسؤول عن افراز الغدة الدرقية. يا هل ترى وجزء منها مسؤول عن افراز الغدة فوق الكدية اسمها الغدة الكظرية. وجزء من الغده مسؤول عن افراز هرمون النمو. يعني في كثير هرمونات تنفرز من الغده النخاميه. يا هل ترى الجراحه كانت للغده النخاميه مثلا كانت لورم معين استؤصل. يعني كل هاي بدها استصعاب. صعب نحن عبر مساحتنا الطبيه
انه نقدر نجاوبها، بدها تراجع الطبيب بعيادته. نحن برنامجنا برنامج توعوي، ما بنقدر نعطي يعني نصائح ونخص ابعاد عن ما انه يعني دكتور. نحن بالشهر الكريم اكيد بدنا نطلب من ايمان تحاكينا بس نخلص تحت الهواء، اكيد الدكتور بيجاوبها. معنا اتصال ثاني، معنا بسام. صباح الخير. اهلا، صباح صباح الخير. يسعد صباحكم الدكتور، معك اي ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير يا رب. صباح الخير دكتور. يا هلا دكتور. عندي مدامتي عندها مشكله بالغده، ورحنا مشي 10 سنين عملنا لها كل التحاليل وعملنا لها ابره ظليليه كمان، شاركنا على اساس ان شاء الله اياها بعمليه. ماشي دكتور؟ ماشي. وخافت هي وجت ما بدها تعملها، ورحنا على الاطباء كلهم قال ما في داعي اذا لانها الى اي نشاط، هي غده بارده. نعم. وطولها 7 سنتي ب 3.5 سنتي، وعندها مشكله كبيره بوزنها بس ما عم يزداد، هذا هو من وقتها لهلا. بس في نصاحه يعني؟ نعم. يعني في زياده بالوزن؟ من لا، هو الوزن ثابت تقريبا، ما في زياده وزن. نعم. بس ناصحه هي. اوكي الله يخلي لك اياها، بدنا نعيد عليها لزوجتك. دكتور راح يجاوبك وانت بخير يا رب. هلا من 10 سنين عامل التحاليل بس ما بدها تعمل العمليه. ما بدها تعمل. والدكاتره قال مش مشكله يعني، انه بدها تقييم جديد الحقيقه. يعني الابره الظليله نحن بنعمل شيء اسمه تخطيط ومضاني للغده الدرقيه، بنعطي ماده مشعه يا اما اليود مشع او التكنيسيوم، بنعمل تخطيط بنشوف كيف هي، لانه الغده بتاخذ هالماده المشعه وبترتسم غير موضوع الايكو، نشوف نحن اذا عندنا عقده يعني يقول الغده بارده. ما في شيء هيك قالوا له، هيك قالوا له. هلا نحن في عندنا اوقات عقد مثل حبه الحمص بقلب الغده بتكون غير عامله، يعني مشان هيك بسميها بارده. بارده وظيفيا انه ما بتاخذ الماده المشعه. هلا هي اذا كانت بارده العقده يفضل انه لها حجم معين، لازم نستقصي عنها اكثر، نعمل شيء بنسميه روشافه، بسموه باللغه الانجليزيه. وعم يقول 7 سم 7.5. هلا 7 سم كثير كبيره العقده. لازم فورا، لازم تستأصل فورا، يعني ما بصير تضل اذا عقده 7 سم، نحن بنقول اكثر من 1 سم لازم تنام، 7 سم كثير كبيره. لازم مراجعه الدكتور بالشكل السريع. ما خلينا 10 سنين تانية. نعم خلينا بس ناخذ اتصالات اكثر عدد ممكن. نادر صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد كيف احوالكم ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا فيك، نعاد عليك يا خير. رب وعليك جميعا. اهلا وسهلا. الله يخليك. نادر تفضل على السريع بالمختصر بعد اذنك. لو تكلمتي، عندي حفيده وزنه ثابت وطوله ما عم يطول، عمره 7 سنوات. عاملين له تحاليل غدة كله نظامي، يعني وصفوا له شوية مقبلات لكن ما يعني 19 كيلو ثابت. هلا هو راح يدخل صف أول، بتفكروا عمره 4 سنين. قديه طوله؟ والله طول ما كثير، أنا بدقيق لأنه ما عندي. هو حاولت اتصل معه لأخذ طوله، لكن وزنه 19 كيلو قصير كثير. 19؟ حركته كويسة، نشاطه كويس، استيعابه رائع، لكن هالموضوع هذا خلقنا. ماشي شكرا نادي. هلا انا عم لاحظ من الاتصالات اكثر شغلتين هي زياده الوزن والطول. بدنا نعمل حلقتين بلكي بالعيد اذا بدكم، نعمل كل يوم حلقه وبناخذ اتصالات. بناخذ هيدا الجيل دكتور، بناخذ اتصالات. نحن في مشكله عند هيدا الجيل عم نور. ولازم كل ما بكرنا بمراجعه طبيبنا باعمار ابكر، كل ما قدرنا نفيد الطفل اكثر. في اعتقاد خاطئ وشائع انه بكره بصير بالبلوغ وبشد طول، وهي شغله ما انا يعني وارده دائما. العامل الوراثي بيلعب دور، يعني بس يكون الام قطعته ناعمه الاب قطعته ناعمه رح ياثر على الطفل، بس الطب عم يتطور. نعم. يعني اعطاء هرمون النمو بس اكيد ما انه بشكل اعتباطي عن طريق طبيب غذائي. يجب دائما مراجعه الطبيب يعني تماماً. دائما بشكل. بس هو الحاله هي صحيه ولا لا؟ هلا عمره 7 سنين، طوله 19، وزنه 19 كيلو. وزنه سوري 19. الوزن ما قلنا الطول، الوزن ما كثير بيهمنا بقدر ما بيهمنا الطول. هلا بدي اشوف انا قديش طوله، وعلى ضوء عم يقول قصير كثير، معناتها عم يلاحظ من وقت ما بيروح الطفل على الحضانه. نعم. وقت ما بيروح لعند طبيب الاطفال يعطيه شو لازم يعمل، عم يشوف طوله ووزنه، لازم يرجع طبيب غدا باقصى سرعه. بالسرعه. دكتور يمكن معنا اتصال ثاني. الو صباح الخير. صباح الخير.
بدنا نحكي مع الطبيب لو سمحت. دكتور معك، يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح دكتور. عندي طفلة عمرها سنتين ونص عم تعاني اضطراب بالغدة الدرقية، هذا الشيء بده أثر على طولها بالمستقبل؟ طبعا بده أثر. نحن بدي أرجع أكد على شغلة، إذا عندها اضطراب بالغدة الدرقية والاضطراب معالج، يعني صار عندنا سواء درقي نسميه بلغتنا الطبية، يعني صار الغدة عم تشتغل بشكل مزبوط، نحن عم نعطي حبة على الريق، عم نعطي نص حبة، يعني عم نعطي عيار معين الضروري لعمرها ولوزنها، وعم نعمل تحليل التي اس اتش، يعني صار عندها شيء اسمه افراز طبيعي بمساعدة الدواء، معناتها صارت لازم تكون هي مثل رفقاتها. إذا كان مقصرة بالطول رغم تصليح الخلل بالغدة الدرقية لازم طبيب الغدد يعني يراجعوا كل ما كان في بشكل دوري. نعم. اللي عنده مشكله بالغده الدرقيه من الولاده بدنا نعمل تحليل، لازم يراجعوا الدكتور، لازم يراجعوا طبيب. نعم. الغدد. دكتور على السريع بس خلينا ناخذ اخر اتصال، ما بدنا نطرى كثير لمنى لانه اصلا نحن خلصنا الوقت. منى صباح الخير. منى، منى بعدك معنا؟ صباح النور. هلا يا منى، وانت بألف خير يا رب، ينعاد عليك يا رب بالخير. ألو. سؤالك على السريع. صباح. منى صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. منى تفضلي. تفضلي حبيبتي. اهلا، كيفك دكتور؟ اهلا، تفضلي منى. انا عندي طفله كان عمرها سنتين، كان عندها الغده الدرقيه على الحد الادنى تشتغل. نعم. هلا طول، هلا طولها يا دكتور 127 ووزنها 27 شبع السادس، بس استيعابة ضعيف كثير كثير كثير. قدي عمرها يا منص؟ هلا صف سادس، النشبع السادس، عمرها 10 سنوات، 11 سنة. 11، اوكي. ايوة، ضعيف كثير كثير، استيعابة ضعيف كثير. نعم. تركيزها ضعيف. نعم. وبعد لها الدرس 100 مرة، بعجز بعجز تحفظه، يعني بحس انه ما أنا مثل سنة. باقي الله. نعم. شكرا، شكرا منى دكتور. اهلا. شكرا حبيبتي، دكتور على السريع. موضوع الوزن والطول ليا يعني هاجس عند الاهل، وانا اب يعني بعرف قديش القصة مهمة للأهل. بدنا نحن نتأكد إنه ما في خلل هرموني عندهم. هلا هي عم تقول كان عندها اضطراب مشكلة بالغدة الدرقية كحد أدنى، بتقول كان عندها اضطراب. هلا اضطراب بعده موجود لهلأ ولا لا؟ عم تأخذ الكمية المناسبة إذا عندها كسل بالغدة الدرقية من هرمون الغدة الدرقية؟ هي شغلة كتير مهمة، نعمل تحليل للتي اس اتش ونراجع طبيب الغدد في مداعمات غذائية ممكن نعطيها. مشكلة قلة التركيز كمان مسؤولة عن الغدة الدرقية، فينا نقول مثل ما قلت ببداية الحلقة. طبعاً. إنه عدم تركيز وهم. طبعاً طبعاً. نحن أكثر شغلتين بيأثر هرمون الغدة الدرقية هو على التطور العقلي وعلى النمو. طب أيمت منلاحظ إنه يمكن في تقصير بالتطور العقلي بأي عمر؟ ليه بيتأخر حتى ينطق الطفل، بيتأخر بزوغ الأسنان، بيتأخر حتى اليافوخ يسكر. نعم. بيتأخر بكل شيء، بس إذا نحن انتظرنا حتى تظهر الأعراض تكون فاتنا القطار. ما لازم ننتظر حتى الأعراض تظهر، لازم نعمل تحليل التي اس اتش. هذا كثير مهم، جميع اللي عم يشاهدونا يجب القيام بتحليل لكل يعني مشاكل الغدة الدرقية. دكتور يمكن الوقت خلص، بس كان عندنا كثير من الاتصالات واستفسارات، بنشكرك على المعلومات القيمة والفائدة اللي جد حبيت إياها. الطريقة إنه هيك بنصير بي يعني في كتير كان عالم ناطرة، بس بدنا نوعد المشاهدين انه يوم السبت كمان اكيد رح نكون مع الدكتور زياد زودي لاي حدا عنده استفسار. شكرا. السبت القادم انا ببيروت عندنا مجتمع. السبت اللي بعده. شكرا كثير لك دكتور، وينعاد عليك بالخير يا رب. كل عمين عليك عم يشوفنا على اخباريه السوريه الحلوه. نعم. مثل صبايانا الحلوه خليك يا رب شبابنا. اما هلا